الرئيس السيسي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء المجري لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين. مع حلول الذكرى 40 لإعادة افتتاح قناة السويس للملاحة، المصريون يستعدون لافتتاح قناة السويس الجديدة شريانا جديدا للاقتصاد القومي. غارات جديدة تستهدف مواقع للمتمردين في اليمن، وجماعة الحوثي توافق على المشاركة في محادثات السلام في جنيف دون شروط مسبقة. منتصف نهار القاهرة العاشرة في جرانتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. البداية مع سحر صبري، تفضلي. شكرا إيمان، أهلا بكم. عقد رئيس السيسي مباحثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في المقر المشترك للبرلمان والحكومة. تناولت المحادثات سبل التعاون في شتى المجالات، لا سيما المجالين الاقتصادي ومكافحة الإرهاب. هذا يتضمن نشاط الرئيس السيسي اليوم افتتاح منتدى الأعمال المصري المجري المشترك. وللمتابعة انضم إلينا هاتفيا من المجر مفد النيل علاء رشوان. علاء، اطلعنا على جدول أعمال الرئيس اليوم في أعقاب لقائه برئيس الوزراء المجري. بعد لحظات قليلة يبدأ مؤتمر صحفي يضم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المجري، يعلن خلاله عن بيان أساسي مشترك بين البلدين. من المتوقع أن يدشن هذا البيان مرحلة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين في المرحلة الراهنة، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات ثنائية في مجالات النقل والسياحة. بعد هذا المؤتمر الصحفي ومراسم التوقيع على الاتفاقيات بين الجانبين، سوف يتوجه كما أشار الخبر السيد الرئيس إلى مقر إقامته، حيث سيشهد افتتاح منتدى الأعمال المصري المجري، ويلقي خلال هذا المؤتمر أو المنتدى السيد الرئيس كلمة موجزة يتحدث خلالها عن فرص الاستثمار الواعدة في السوق المصرية في كافة المجالات، ويلقي الضوء أيضا على بعض المشاريع التنموية العملاقة التي أطلقتها الدولة وحزمة الفواتير أو حزمة الإجراءات التحفيزية والتشجيعية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مصر. بعد هذا المنتدى يتوجه السيد الرئيس إلى الجامعة الوطنية هنا في العاصمة بودابست ليتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية التي سوف تسلم له تقديرا لدوره في المرحلة الماضية لحفظ الأمن والاستقرار في مصر وفي المنطقة العربية عبر الجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب. إيمان، دعيني يعني ألقي وأضع المشاهد الكريم في صورة الواقع هنا في المجر. التحرك السياسي يشمل المحطة الثانية من محطة جولات السيد الرئيس الخارجية لكل من ألمانيا والمجر، تأتي يعني لدفع العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية مع المجر. ميزان التبادل التجاري مع المجر بلغ 330 مليون دولار العام الماضي. مصر تصدر للمجر نحو 10% من وارداتها من دول العالم. مصر تسعى للاستفادة من الموقع المتميز للمجر في وسط وشرق أوروبا الذي يشرف على 9 دول أوروبية في الشرق وفي وسط أوروبا، لتكون بوابة ملكية لتصدير المنتجات المصرية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بين البلدين، كذلك الاستفادة من الخبرات المجرية في تصنيع عربات القطارات على وجه التحديد والأدوية ومجالات الصحة، وأيضا لرفع معدلات السياحة المجرية القادمة أو الواصلة إلى السوق المصرية. نعم، أشكرك جزيلا من المجر مفد النيل علاء رشوان. هذا وتكتسب زيارة الرئيس السيسي إلى المجر أهمية كبيرة في هذا التوقيت باعتبارها شريكا استراتيجيا منفتحا على الشرق سياسيا واقتصاديا وثقافيا. المزيد حول طبيعة العلاقات بين القاهرة وبودابست في التقرير التالي. في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع كافة دول العالم، تأتي زيارة الرئيس السيسي للمجر المحطة الثالثة في جولته الخارجية، والتي بدأها بالسودان وشملت أيضا ألمانيا.
تنظر مصر إلى المجر باعتبارها شريكا استراتيجيا منفتحا على الشرق، حيث كانت مصر أول دولة عربية ترسل بعثة دبلوماسية إلى المجر عام 1939، كما اكتسبت المجر أهمية اقتصادية كبيرة منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل 5 سنوات، والذي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، ما يشكل بوابة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية. التبادل التجاري بين مصر والمجر شهد هذا العام نموا بنسبة 17% نظرا لموقع المجر الجغرافي وتكاليف النقل المنخفضة، ما يسهل حركة البضائع بين الأسواق المصرية والأوروبية. كانت مصر والمجر قد اتفقتا عام 2008 على تأسيس مجلس الأعمال المصري المجري لتنشيط حركة التجارة وتعزيز التعاون في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسكك الحديدية وتنقية المياه. ثقافيا، تقدم المجر سنويا 100 منحة للطلاب المصريين في المجالات العلمية المختلفة تنفيذا لاتفاق التعاون الثقافي الموقع بين القاهرة وبودابست في ابريل الماضي. وعلى صعيد العلاقات التعليمية، تم توقيع بروتوكول للتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومجلس عمداء الجامعات المجري لتبادل اعتمادات الشهادات الجامعية والدبلومات الفنية. كما تستقبل مصر سنويا 65,000 سائح مجري، وتهدف زيارة الرئيس السيسي لتفعيل دور شركات القطاع الخاص في زيادة عدد الزوار المجريين إلى المقاصد السياحية المصرية. على الصعيد العلمي، دشنت مصر والمجر منذ 1.5 عام مشروعا متكاملا لإنتاج مصل ضد انفلونزا الطيور والخنازير وإنتاج سرنجات آمنة وتعزيز التعاون في المجالات الطبية والوقاية العلاجية. كان الرئيس السيسي قد عقد في ختام زيارته لبرلين أمس اجتماعا مع ممثلي مجتمع الأعمال الألمانية، أكد خلاله اهتمام مصر بتنفيذ جميع المشروعات في أقل فترة زمنية وبأقل التكاليف وبأعلى معايير الجودة. وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره إزاء حرص الشركات الألمانية على العمل والاستثمار في مصر. في ثاني وآخر أيام زيارته للعاصمة الألمانية برلين، استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بلقاء بمقر إقامته ضمه وعددا من كبار رجال الأعمال الألمان ورؤساء كبرى المؤسسات الألمانية العاملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإنشاءات والنقل والبنوك والسياحة، وذلك بدعوة من اتحاد الصناعات الألمانية. اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة قدم خلاله الرئيس السيسي شرحا وافيا حول الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة لتشجيع المستثمرين، مؤكدا على التزامها بكافة تعهداتها المالية والقانونية تجاه المستثمر. كما قدم الرئيس عرضا لأهم الفرص الاستثمارية بالمشروعات التنموية الواعدة، وفي مقدمتها تنمية محور قناة السويس. المجتمعون من جانبهم أعربوا عن تطلعهم لضخ مزيد من الاستثمارات خاصة في مجال إنتاج وتوليد الطاقة المتجددة لما تتمتع به مصر من إمكانيات طبيعية في هذا المجال. كما تحدث بعضهم عن بعض العقبات التي تواجه عملهم في السوق المصرية، ومنها بطء الإجراءات وآليات فض المنازعات التي قد تنشأ مع الشركاء المحليين، ليؤكد الرئيس على جهود الدولة لإنهاء تلك العقبات وضمان الحقوق المالية والقانونية للشركات العاملة بالسوق المصرية. نشاط الرئيس الاقتصادي امتد ليشمل لقاء بمقر إقامته ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنز الألمانية وعدد من قياداتها، لقاء أشاد خلاله الرئيس بنجاح الشركة في توقيع 4 اتفاقات في مجال الطاقة توفر لمصر 14,400 ميجاوات من الكهرباء من خلال إنشاء 3 محطات حرارية لتوليد الكهرباء. رئيس الشركة أكد من جانبه على اهتمام مؤسسته بتحقيق شراكة شاملة مع مصر في مجال الطاقة لما تتمتع به مصر من موارد طبيعية في مجال الطاقة الشمسية والرياح. كما التقى الرئيس السيسي بمقر إقامته بالسيد فولكر كاودر رئيس الكتلة النيابية لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي الاجتماعي الحزب الحاكم، والذي أكد على محورية الدور الذي تلعبه مصر لضمان الاستقرار بالمنطقة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها من توتر بالبؤر الملتهبة في كل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا، داعيا إلى دعم ومساندة الجهود المصرية في حربها ضد الإرهاب ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وخاصة البرلمانية منها، ليؤكد الرئيس على عزم الدولة إنجاز أهم وآخر استحقاقات خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن. لقاءات الرئيس السيسي بالعاصمة برلين امتدت لتشمل إلى جانب الساسة ورجال الاقتصاد والأعمال والبرلمانيين، امتدت لتشمل لقاءات مع رجال الفكر والنخبة من المثقفين والمحللين المهتمين بالشأن المصري والعربي بالمجتمع الألماني،
وذلك خلال لقاء بعدد من كبار المسؤولين بمؤسسة كوربر البحثية. لقاء تحدث خلاله الرئيس عن حقيقة الأوضاع الداخلية في مصر فيما يتعلق بالحريات والعملية الديمقراطية والأمن وجهود الدولة لمكافحة الإرهاب ودفع عجلة التنمية في البلاد والارتقاء بحياة المواطنين. من العاصمة الألمانية برلين علاء رشوان النيل. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام زيارته لبرلين أمس بالجالية المصرية في ألمانيا والدول الأوروبية. تناول اللقاء مجمل الأوضاع على الساحة في مصر والمشاكل التي تواجه الجاليات المصرية في الخارج، حيث شدد الرئيس على أن الدول تتقدم من خلال العلم والعمل والانضباط. محتاجين نبقى فاهمين كويس قوي أن في خطر شديد جدا مش بس على المنطقة بتاعتنا، بصراحة ده في خطر كبير قوي، لأن فكرة خلي بالكم أنا قلت الكلام ده وحاوله هنا لحضراتكم، في حد قدم حاجتين، فكرة براقة جدا في أن تغيير السلطة في مصر أو تغيير الواقع في مصر وتدمير مؤسساتها هو السبيل أو الجسر لبناء دولة ديمقراطية حديثة، وبالتالي مطلوب أن احنا نهدها ونكسر جيشها وشرطتها وقضاءها. ده شكل تم تدريسه لبعض الناس. الشكل الثاني قال لهم خلي بالكم عمرنا ما هنتقدم الا ما يكون في دولة اسلامية. تتعمل الدولة الاسلامية هنعبر كل حاجة. لا ده صح ولا ده صح. من غير عمل، من غير علم، من غير انضباط، عمر الدول ما بقت دول، بقت خراب بس. ده كلام انا بقوله لينا كلنا لازم تعرفوه. مثال، هو كل الدنيا بيقولوا ايه، كنت بقول الكلام ده، بيقولوا ايه الدول اللي ممكن نتعمل فيها استثمارات في الشرق الاوسط؟ قالوا مصر. قالوا ده الاستقرار. فالناس اللي هي بتدرس كويس قوي قال عندهم جيش قادر على فرض الاستقرار. أجرى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اتصالا هاتفيا بمحافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي للاطمئنان على تداعيات الحريق الذي اندلع اليوم بالسوق التجاري بمدينة الخارجة وأسفر عن احتراق 18 محلا تجاريا. وأكد المحافظ أنه جاري دراسة مطالب التجار المضارين، موضحا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة تواصل أعمالها لرفع حطام الحريق ولتيسير حركة التجول داخل السوق. شارك في عملية إخماد الحريق أكثر من 10 سيارات إطفاء وحماية مدنية، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لتقديم الخدمات الطبية وإسعاف المواطنين الذين أصيبوا بحالة اختناق جراء الحريق. قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإجماع الآراء تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، خاصة على الذين قاموا بتغيير الغرض المقرر للأراضي من زراعي إلى سكني، بضرورة سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن تغيير هذا النشاط وفقا لقرارات مجلس الإدارة السابقة بشأن تحديد قيمة هذه المخالفة. وأكد الاجتماع أنه لا تراجع عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات، وأعطى مهلة أخيرة لسداد المستحقات. كما أكد رئيس الوزراء أن العقد شريعة المتعاقدين، والالتزام بالتعاقد من أهم واجبات الهيئة. أكد المشاركون في مؤتمر القبائل العربية والمصرية دعمهم الكامل للجيش المصري في حربه ضد الإرهاب. وشارك في المؤتمر الذي عقد في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء ممثلون عن مختلف القبائل المصرية والعربية بمحافظات مصر، وبحضور محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، بالإضافة إلى المشاركة الشعبية من أبناء قبائل سيناء وتحت تأمين من القوات المسلحة. أربع
40 عاما مرت على ذكرى افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية بعد إغلاقها لثماني سنوات عقب نكسة 5 يونيو عام 1967. فمنذ هذا التاريخ مرت القناة بمراحل عديدة من توسيعها وتطويرها، إلا أن التغير الأبرز منذ إنشائها على الإطلاق وحفر قناة موازية لها يتم افتتاحها في أغسطس من هذا العام. في 5 يونيو من كل عام يستعيد المصريون والعالم ذكرى إعادة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة الدولية عام 1975، وهو اليوم الذي اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات لينهي فصلا من توقف الملاحة نتيجة إغلاق القناة، إغلاق استمر لمدة 8 سنوات كاملة عقب نكسة عام 1967. افتتاح قناة السويس أمام الملاحة العالمية في هذا التوقيت لم يكن حدثا عاديا، فسنوات إغلاق القناة تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة لكل من مصر والعالم على حد سواء، فلقد خسر العالم خلال سنوات الإغلاق مليارات الدولارات، كما خسر ما كان يحققه من وفر في المسافة بين الشرق والغرب بسبب اتجاه السفن للمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وبالتالي تأثرت أسعار النقل البحري العالمية. وتأتي ذكرى افتتاح القناة هذا العام مختلفة لكونها ترتبط بحدث تاريخي سيوضع في سجل شرف بطولاتها وإنجازاتها، فبعد شهرين من الآن سيشهد العالم حدثا ضخما يتمثل في افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة العملاق الذي يعد أول بادرة حفر لقناة موازية للقناة القديمة منذ افتتاحها رسميا للملاحة في 25 أبريل عام 1859. فبهذا المشروع الجديد في أول مراحله المتمثلة في ازدواج الملاحة بالقناة يتضاعف الدخل البالغ 6 مليارات دولار أو ما يعادل 42 مليار جنيه. ثم تأتي المراحل اللاحقة المتمثلة في إنشاء مراكز لوجستية على جانبي القناة وموانئ جديدة ومصانع وإنشاء مناطق تجارية للاستيراد والتصدير والترانزيت، فضلا عن مئات المشاريع العملاقة المرتبطة المخطط لها. فقناة السويس أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث تتحكم في 40% من حركة السفن والحاويات في العالم، كما أن موقعها الاستراتيجي كرابط بين دول جنوب شرق آسيا وأوروبا والأمريكتين يضيف إلى ثقلها الاقتصادي ثقلا آخر استراتيجيا يجعل المساس بها بمثابة قضية أمن قومي للعديد من الدول. كما تنقل القناة 14% من حجم التجارة العالمية وتوفر قرابة 70% من المسافة بين الشرق والغرب. إذن تعد قناة السويس ملحمة المصريين في العصر الحديث، حفروها بأظافرهم ودمائهم فغيروا العالم وبدلوا موازين القوى فيه مرات، حتى قال عنها المؤرخ المصري الراحل جمال حمدان: إن قناة السويس هي بالدرجة الأولى سلاح سياسي واستراتيجية حرب تصل انعكاساتها وإشعاعاتها إلى كل المحيطات والبحار السبعة، وتمثل موقعا حاكما في استراتيجية الصراع البحري العالمي، مثلما تشكل عقدة نووية في الملاحة والتجارة الدولية. إلى الشأن الفلسطيني، حيث قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن إقرار الكنيسة الإسرائيلية بسريان قرار ضم المستوطنات في الضفة الغربية جريمة حرب ستحاسب عليها قوات الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية. من جانبه أكد رئيس الفلسطيني محمود عباس أن الجانب الفلسطيني نفذ كل ما عليه من التزامات لإنجاح عملية السلام القائمة على مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 67، لأن إصرار إسرائيل على مواصلة الاستيطان ورفضها الاعتراف بمبدأ حل الدولتين أفشل كل الجهود التي بذلها المجتمع الدولي. ناشد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ناشد الدول المحبة للسلام إلى الوقوف إلى جوار الحل العادل للقضية الفلسطينية وحماية المسجد الأقصى من الاعتداءات المتكررة. جاء ذلك خلال لقاء الإمام الأكبر بمستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية الدكتور محمود الهباش لبحث تطورات الواقع الفلسطيني خاصة الأوضاع في مدينة القدس الشرقية. أطلع المسؤول الفلسطيني فضيلة الإمام الأكبر على الجهود التي يبذلها رئيس عباس من أجل استصدار قرار دولي يعترف بدولة فلسطين وبحقوق الشعب الفلسطيني.
إلى الشأن اليمني، حيث وافقت جماعة الحوثيين على الانضمام إلى محادثات السلام المزمع عقدها في جنيف في 14 من يونيو الجاري برعاية الأمم المتحدة بدون شروط مسبقة. ميدانيا، وصلت طائرات التحالف غاراتها على مواقع الحوثيين في عدن وصعدة والضالع. غارات شنت على مخازن أسلحة في قاعدة حمزة العسكرية في محافظة إب، وعلى معسكر للحوثيين في محافظة دمار بوسط البلاد، أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا. وسط مساع دبلوماسية حثيثة، وافقت جماعة الحوثيين المهيمنة على معظم أنحاء اليمن على الانضمام إلى محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف والمزمع عقدها في 14 من يونيو الجاري. موافقة الحوثيين جاءت بعد يوم من تأكيد الحكومة المعترف بها دوليا والتي تتخذ من الرياض مقرا لها حضورهم المحادثات، فيما تتردد أنباء عن قبول ممثل الرئيس السابق علي عبد الله صالح دعوة الأمم المتحدة للمحادثات. موافقة الطرفين جاءت بعد جولات مكوكية للمبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والتي استمرت على مدى أسابيع للوساطة بين الحوثيين والحكومة وقوى سياسية أخرى لحشد تأييد لمحادثات السلام في جنيف. الطرفان المتحاربان في اليمن قبل المشاركة في محادثات جنيف وتنازلا عن شروطهم المسبقة، والتي كان الرئيس هادي يصر على أن يلتزم الحوثيون بقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي صدر في إبريل الماضي، والذي يعترف بشرعيته ويطالب الحوثيين بالانسحاب من المدن الرئيسية في اليمن كشرط لبدء الحوار، فيما رهن الحوثيون مشاركتهم بعدم الاعتراف بشرعية الرئيس هادي. جهود السلام لم تمنع القتال على الأرض، فقد واصلت طائرات التحالف العربي غاراتها على مواقع الحوثيين مستهدفة مخازن أسلحة في قاعدة حمزة العسكرية في محافظة إب ومعسكرا للحوثيين في محافظة دمار وسط البلاد. الغارات أعقبها ضربات جوية كثيفة على أهداف للمتمردين الحوثيين في تعز وقاعدة بحرية في الحديدة وفي عدن وصعدة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا على الأقل. وحول الشأن اليمني معنا للمتابعة عبر الهاتف الدكتور نبيل سهيل الكاتب الصحفي اليمني. دكتور نبيل، بعد التحية، لماذا وافقت جماعة الحوثيين هذه المرة على الانضمام لمحادثات السلام المزمع عقدها في 14 من يونيو؟ في تصوري أن الجماعة وافقت أمام الضربات المتتالية لقوات التحالف التي استطاعت ان تشل حركتهم في كثير من المحافظات، واستطاعت ان تدمر الكثير من الآليات العسكرية التي يمتلكونها. اضف الى ذلك ان المقاومة الشعبية في تقدم في اكثر من محافظة، محافظة الضالع، محافظة تعز، محافظة مارب، محافظة الجوف، حتى في البيضاء هناك تقدم كثير للمقاومة في مقابل تقهقر لجماعة الحوثي. هناك مشهد آخر لابد التنويه إليه، أنه قد تكون نوع من أنواع المراوغة من قبل جماعة الحوثي ذات التاريخ والصيت في يعني الصيت المعروف عنها أنها دائما ما لا تصدق كل الالتزامات، وإنما تحاول كنوع من التهدئة لإعادة التموضع ولعادة أخذ نفس. أضف إلى ذلك أن مؤتمر جنيف سيمثل لجماعة الحوثي منصة سياسية ستحاول أن توصل رسالتها لأكثر من طرف في ظل الحصار السياسي المفروض عليها. طب سيد نبيل، هذه المرة إذا افترضنا سيناريو آخر وهو دخول الحوثيين بالفعل هذه المحادثات، إذا لم يلتزموا بمحادثات السلام وشروطها، هل من المتوقع أن تكون هناك عقوبات هذه المرة رادعة توقف هذه الأعمال في اليمن؟ لا أتوقع من مجلس الأمن، وهو ما صرح به أكثر، موقف الأمن موقف متقابل من القضية اليمنية. موقف الأمن يحاول أن يجد حلول سياسية أو إعادة العملية السياسية إلى اليمن، ولكن دون وجود تصور سياسي واضح أو تصور سياسي متكامل للشأن اليمني. الحوثيون ضربوا بعرض الحائط أكثر من قرار أممي، ضربوا بعرض الحائط أكثر من قرار عربي،
ضربوه بعرض الحائط أكثر من قرار داخلي ما بين أو تم هدم العملية السياسية برمتها والتي كانت مؤتمر الحوار الوطني على مدار عامين كاملين كانت جماعة الحوثي مشاركة فيه. لا أتصور مطلقا أن تلتزم هذه الجماعة. في المقابل لا أتصور أي قرارات جادية من قبل مجلس الأمن. هناك غموض في علاقة الأمريكان بالحوثيين بشكل مباشر، هو ما شاهدناه علنا عندما اقتربت كثيرا من المقاومة الشعبية إلى محافظة صعدة. تدخلت الطائرات الأمريكية بدون طيار وضربت المقاومة في 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 محافظة الجوف في محافظة شبوة أيضا. بشكرك دكتور نبيل السهير الكاتب الصحفي اليمني، شكرا. وفي بانوراما النيل أيضا، ولكن بعد أنباء الاقتصاد، عشرات القتلى والجرحى في هجوم جديد للقوات الموالية لروسيا على شرق أوكرانيا. السيسي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء المجري لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين. مع حلول الذكرى 40 لإعادة افتتاح قناة السويس للملاحة، المصريون يستعدون لافتتاح قناة السويس الجديدة شريانا جديدا للاقتصاد العالمي. غارات جديدة تستهدف مواقع المتمردين في اليمن، وجماعة الحوثي توافق على المشاركة في محادثات السلام في جنيف دون شروط مسبقة. والآن نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال في هذه البانوراما. تفاصيل الأخبار والزميل حسام العاطف. إليك حسام. شكرا سحر، شكرا إيمان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الباقة الاقتصادية أهم ما فيها. وزارة المالية تعلن ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال 10 أشهر بسبب زيادة المصروفات على الأجور والدعم. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى إبريل 2015 إلى 329 مليار جنيه، أي ما يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 163.3 مليارا خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأرجعت وزارة المالية في تقرير لها الخميس ارتفاع العجز إلى زيادة المصروفات الحتمية كالأجور والمزايا الاجتماعية والدعم، وذلك لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، مما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات. وأوضحت الوزارة أنه عند استبعاد المنح الاستثنائية التي وردت في العام الماضي يكون عجز الموازنة قد تحسن بنحو 4% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق. ترأس منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ترأس وفد مصر المشارك بالاجتماع الوزاري المصغر لمنظمة التجارة العالمية والذي ضم مجموعة مصغرة من الدول أعضاء المنظمة الفاعلة. وأكد عبد النور في كلمته أمام الاجتماع على الاهتمام الذي توليه مصر للنظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، مشددا على ضرورة أن يصاغ برنامج عمل بشكل يحترم البعد التنموي لجولة الدوحة ويراعي تلبية مصالح الدول الفقيرة. وجاء ذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس الوزاري للدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس.
تنطلق فعاليات توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر ثلاث تكتلات اقتصادية إفريقية الكوميسا والسادك وتجمع شرق وتجمع شرق إفريقيا بعد غد الأحد بمدينة شرم الشيخ بمشاركة رؤساء وقادة 26 دولة إفريقية أعضاء التكتلات الثلاثة ووزراء التجارة في تلك الدول. الاتفاق يفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الإفريقية، ويعمل على توسيع وزيادة حركة التجارة وحرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي ستوفرها منطقة التجارة الحرة من خفض للتعريفة الجمركية المفروضة على البضائع. نتحول إلى تعاملات البورصة المصرية التي منيت خلال تعاملات الأسبوع المنقضي بخسائر بلغت نحو 3.1 مليار جنيه، ليبلغ رأس مالها السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 498 مليار جنيه. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة تراجع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، وانخفضت أحجام قيم التداول إلى نحو 3.3 مليار جنيه. رصد تقرير لهيئة الرقابة الإدارية رضاء المواطنين عن منظومة الخبز الجديدة لحصولهم على احتياجاتهم من الخبز بدون طوابير وانتظام العمل بالمخابز وجودة الخبز المنتج. وأكد التقرير حصول أصحاب المخابز على مقابل يغطي التكلفة وهامش ربح مناسب من خلال حسابات بنكية منتظمة. وأكد تقرير ثاني انتظام التسجيل في سجلات الشون والصوامع لتسليم القمح المحلي وانتظام العاملين بجميع الشون والصوامع. قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برئاسة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب منح مهلة شهر بدءا من الأحد القادم لتقنين أوضاع مالك الأراضي الصحراوية لمن قاموا بتغيير النشاط مع سداد المستحقات، وإلا سيتم تنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة بكل حزم وشدة. وأكد المجلس أن الدولة ستقف بكامل أجهزتها مستنفرة لتطبيق القانون بحسم وإزالة أي مبان مخالفة في حال عدم تقدمهم لتقنين أوضاع. من جانبه أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتم اتخاذ قرارات من شأنها التيسير على مواطنين وعملاء الهيئة مع مراعاة الحفاظ على حق الدولة وأولويات التنمية وحل مشكلات المستثمرين. ننتقل إلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار الخام خلال تعاملات اليوم لليوم الثالث على التوالي. انخفض سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت في العقود الأجلة تسليم يوليو 40 سنتا إلى 61 دولارا و63 سنتا للبرميل، وتراجع سعر الخام الأمريكي في العقود الأجلة 50 سنتا إلى 57 دولارا و50 سنتا للبرميل. وفي أسواق المعادن النفيسة حام الذهب قرب أدنى مستوياته في 5 أسابيع اليوم، ليتجه إلى التراجع للأسبوع الثالث على التوالي مع تعزز التوقعات برفع الفائدة هذا العام بفعل بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي. استقر السعر الفوري للذهب عند 1176.7 دولارا للأوقية، بينما على مدار الأسبوع نحو 1%. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الوقفة الاقتصادية، نعود مرة أخرى لصحر وإيمان، تفضل. شكرا حسام. حقق تنظيم داعش الإرهابي تقدما جديدا نحو مدينة الحسكة شمال شرق سوريا رغم استمرار حملة التحالف الجوية على مواقعه، والتي حصدت بحسب واشنطن أكثر من 10,000 قتيل خلال 9 أشهر في سوريا والعراق. وفي العراق وجهت القوات العراقية وقوات التحالف عدة ضربات لمواقع التنظيم أسفر عن وقوع عدد من القتلى بين صفوف مسلحيه، فضلا عن تدمير عدد من المقار وورش تصنيع العبوات الناسفة.
رغم استمرار حملات التحالف الدولي الجوية على مواقع تنظيم داعش في سوريا والعراق، إلا أن التنظيم الإرهابي تمكن من تحقيق تقدم جديد في مدينة الحسكة شمالي شرقي سوريا. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن التنظيم الذي بدأ هجوما عنيفا في 30 من مايو في اتجاه مدينة الحسكة قد وصل إلى مسافة 500 كيلومتر منها، ليسيطر بذلك على نقاط عسكرية عدة بينها سجن الأحداث ومحطة لتوليد الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار والاتصالات عن المدينة بشكل كامل. المراقبون يرون أنه في حال تمكن التنظيم المتطرف من السيطرة على مدينة الحسكة ستصبح مركز المحافظة الثاني الذي يخضع لسيطرته بعد الرقة في الشمال، ومركز المحافظة الثالث الذي يخرج عن سيطرة النظام بعد مدينة إدلب في الشمال الغربي. الواقع الميداني مع تنظيم داعش في سوريا اختلف بعض الشيء عنه في العراق، حيث قالت القوات العراقية إنها وجهت ضربتين جويتين لموقعين لتجمع قيادات التنظيم بقضاء هيت في محافظة الأنبار، أسفرت عن مقتل 15 إرهابيا من بينهم عدد من قيادات التنظيم التي انتقلت من سوريا للعراق بينهم عرب وأجانب. الضربات تمكنت أيضا من تدمير مقار لداعش وورش لتصنيع العبوات الناسفة في عدة مناطق بقضاء هيت والرمادي والأنبار. مواقع التنظيم نالت نصيبا أيضا من ضربات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث قامت مقاتلات التحالف الدولي بالقضاء على 33 من مسلح داعش خلال غارة جوية استهدفت مواقع التنظيم في الأنبار ونينوى وصلاح الدين شمال غربي العراق، لتصبح أحدث حصيلة يخرج بها التحالف الدولي أنه قتل 10,000 شخص من مسلح التنظيم في كل من العراق وسوريا منذ بدء الضربة الجوية ضد داعش قبل 6 أشهر. قتل أكثر من 10 عناصر من حزب الله اللبناني والعشرات من أفراد القوات السورية والمدنيين جراء الاشتباكات والمعارك التي وقعت في مناطق مختلفة من سوريا. وأوضح الناشطون أن عدد القتلى قد بلغ 75 شخصا بينهم 10 قضوا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي، فيما قتل 20 عنصرا من تنظيم داعش إثر قصف شنته فصائل سورية معارضة لمقارهم في بلدة إثنبل بريف حلب الشمالي بصواريخ من تراز جراد. في سياق ذاته لقي 8 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون نتيجة استهداف حي الوعر بحمص بأربعة صواريخ أرض وقذائف الهاون أطلقتها القوات الحكومية. تعقد يوم الأحد المقبل بمدينة السخيرات المغربية الجولة الحاسمة للحوار الوطني بين الأطراف الليبية المتنازعة تحت رعاية المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردينيو ليون. من جانبه دعا الموفد الأممي إلى ليبيا برناردينيو ليون أطراف النزاع لتقديم تنازلات حقيقية لحماية البلاد من الانهيار. وسط توقعات بأن تحمل جولة الحوار المقبلة أخبارا جديدة ونتائج حاسمة للشعب الليبي، تجمع المملكة المغربية تحت مظلتها الفرقاء الليبيين على طاولة واحدة في جولة جديدة من الحوار الوطني برعاية الأمم المتحدة. تأخذ الجولة أهمية كبيرة من تصريحات المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردينيو ليون، حيث كشف عن جاهزية مسودة اتفاق جديدة وشدد على ضرورة أن يوقع عليها كل الأطراف الليبية. الجولة الأخيرة من الحوار الوطني في الجزائر انتهت بالاتفاق على سرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا تضم حكومتين وبرلمانين، أحدهما منتهي ولايته في العاصمة طرابلس والآخر معترف به دوليا وشرعي ويتخذ من مدينة طبرق مقرا له. المشاركون في جولة الجزائر أكدوا في البيان الختامي أنه لا سبيل لإنهاء الأزمة الليبية خارج إطار الحوار السياسي. الوضع الإنساني نال نصيبا أيضا من المحادثات الفائتة، إذ طالب المشاركون بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان. 6 أشهر من جولات الحوار المتواصلة لم تقنع الفرقاء الليبيين بتقديم تنازلات حقيقية للخروج باتفاق، فهل تدفع الفوضى التي تعيشها ليبيا في اتجاه حل نهائي؟
دعا مجلس النواب الليبي المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته إزاء تمدد الجماعات الإرهابية في البلاد. وقال المجلس في بيان له أمس إنه على المجتمع الدولي دعم وتسليح الجيش لمواجهة خطر الإرهاب الذي انتشر في ربوع الوطن. كما استنكر المجلس صمت المجتمع الدولي تجاه تمدد داعش في سرت وشرق ليبيا ووصولها إلى مصراتة، مطالبا الليبيين بضرورة الالتفاف حول شرعية الدولة لمحاربة التطرف. أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم أن قمة مجموعة السبع والتي ستبدأ في ألمانيا يوم الأحد المقبل ستبحث تمديد العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى. جاء ذلك بعد يوم من هجوم شنه الانفصاليون على منطقتي دونتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا، مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى. معركة جديدة تدور راحها بالقرب من شرق أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والمتمردين الموالين لروسيا الذين شنوا هجوما جديدا واسع النطاق يعد الأعنف منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في شهر فبراير الماضي بموجب اتفاقات السلام في مينسك. عشرات القتلى والجرحى هي حصيلة الهجوم الذي اندلع بين الطرفين حول بلدة مارينكا الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية، بينما اندلع هجوم عنيف آخر في منطقتي دونتسك ولوغانسك الواقعتين شرق أوكرانيا. كييف من جانبها اتهمت الانفصاليين الموالين لروسيا ببدء الهجوم، حيث حذر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو من التهديد الخطير الذي يشكله استئناف هجمات الانفصاليين على المناطق الخاضعة لأوكرانيا. وفي المعسكر المقابل نددت موسكو بما وصفته بالاستفزازات الأوكرانية، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن اتفاقيات وقف إطلاق النار مهددة بصورة دائمة بالانهيار، متهما السلطات في كييف بمحاولة التنصل من التزاماتها بشأن إجراء حوار مباشر. قد تم بالفعل انتهاك وقف إطلاق النار بعد أن قصفوا مواقع لنا، نحن لا نستطيع مجرد الجلوس في الخنادق. دبلوماسيا يبدو أن تصعيد الوضع الميداني في شرق أوكرانيا لم يترك خيارات كثيرة أمام المجتمع الدولي، حيث تشير المقدمات إلى دعوة طرفي النزاع إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار حسب اتفاقات مينسك. فبعد أن أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تصعيد الوضع الميداني في شرق أوكرانيا، تتوجه الأنظار إلى أروقة مجلس الأمن لمتابعة ما سوف يسفر عنه الاجتماع الطارئ لبحث التطورات في أوكرانيا. وبانورامانيل متواصلة معكم وفيها بعد قليل. مدن مغربية تستحدث أحذية جديدة من ألياف الرافية المستوردة من مدغشقر. لك حنانة. من ألياف الرافية المستوردة من مدغشقر تصنع أحذية بالطريقة اليدوية، وتتركز تلك الصناعات في 3 مدن مغربية هي سلا والمحمدية والصويرة. ويستغرق صنع زوج من الأحذية في المتوسط يوم عمل كامل، لكن التصميمات الأكثر تعقيدا قد تستغرق 2 أو 3 لاستكمالها، وتتخصص النساء في تلك الصناعة. يمضي عمال مهر ساعات طويلة يحيكون بعناية كل زوج من الأحذية مستخدمين ألياف الرافية المستوردة من مدغشقر حيث تنمو أشجار الرافية. هي مادة طبيعية ما فيها حتى شي مواد اصطناعية، وتنصحوا بها الأطباء لأنها مزيانة للصحية وما تضرش في رجلين. وعادة ما تنتج هذه الأحذية في 3 مدن مغربية هي سلا والمحمدية والصويرة، وتحيكها في الأساس النساء. هي حقا كاين طلب بزاف من عند عروض بزاف من قبل محلات كبار، دور الازياء كبار عالميا كيجيو كيجيبوا لنا الموديلات كيعطوهم لينا وحنا كنصنعوهم لهم. ويستغرق صنع زوج من الاحذيه في المتوسط يوم عمل كاملا، لكن التصميمات الاكثر تعقيدا قد تستغرق 2 إلى 3 لاستكمال. يتراوح سعر التصميمات الفاخره من احذيه الرافيه لدى بيوت الازياء الكبيره بين 100 و600 دولار امريكي. وفي المغرب يمكن للمتسوقين شراء زوج من هذه الاحذيه الفاخره بربع هذا الثمن، فتبدا الاسعار من نحو 30 دولارا. وختاما تذكير بعناوين النشرة. الرئيس السيسي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء المجري لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.
مع حلول الذكرى الأربعين لإعادة افتتاح قناة السويس للملاحة، المصريون يستعدون لافتتاح قناة السويس الجديدة شريانا جديدا للاقتصاد العالمي. غارة جديدة تستهدف مواقع المتمردين في اليمن، وجماعة الحوثي توافق على المشاركة في محادثات السلام في جنيف دون شروط مسبقة. وصلنا إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية الشاملة، أتتكم من النيل، إلى اللقاء.